السلام عليكم. أثناء الحرب العالمية الثانية اتجه الألمان في بداية عام 1943 إلى استخدام الدبابة الثقيلة تايجر بشكل مكثف في ساحات القتال على الجبهة الشرقية، وأثاروا بذلك قلق السوفيت اللي عجزوا عن صد الدبابة. بسبب مدفعها عيار 88 ملي ودروعها السميكة اللي بتتراوح ما بين 25 و 120 ملي، شكلت الدبابة الألمانية تايجر واحد قوة ضاربة على جبهة القتال، عاقت تقدم قوات ستالين. خلال تلك الفترة مثلت الدبابات السوفيتية الرئيسية من نوع تي 34 وكي في 1 أهداف سهلة للتايجر بسبب دروعها الضعيفة، واضطرت الدبابات السوفيتية للاقتراب بشكل كبير من التايجر الألمانية لإصابتها، وكانت قذائفها بدون فعالية تذكر أمام دروع التايجر. أمام هذا الوضع احتاج الجيش السوفيتي لدبابة قتالية جديدة لتعويض النوعية KV-1 اللي عفى عليها الزمن. كانت الدبابة KV-1 بطيئة الحركة وقليلة القدرة على المناورة، كما أنها باهظة التكلفة وبحاجة لكميات كبيرة من الوقود. دبابات KV-1 كانت معروفة بدروعها الثقيلة وحمايتها العالية في بداية الحرب، وخصوصا خلال السنة الأولى من الغزو الألماني للاتحاد السوفيتي، بسبب عدم تمكن الدبابات الألمانية بانزر 3 وبانزر 4 من الوقوف في وجهها. لكن ظهور دبابات تايجر أدى إلى تغير الوضع، أصبح الجزء الأكبر من دبابات KV-1 خارج الخدمة بسبب الأعطال وقلة الوقود. وفي نهاية عام 1943 تمكن الجيش السوفيتي من أسر دبابة تايجر ألمانية، وبعد عمليات الفحص اللي قام بها المهندسين السوفيت للدبابة كانوا مسؤولين من تصميم التايجر. ومن هذه اللحظة بدأ المهندسين السوفيت في العمل على دبابة جديدة تكون ند لدبابات تايجر الألمانية. كان أصحاب التصميم الجديد اثنين من المهندسين السوفيت، الأول اسمه نيكولاي دوكوف والتاني اسمه جوزيف كوتين، وكان تصميمهم مبني بالأساس على هيكل الدبابة القديمة KV-1، وعيد تسمية الدبابة حديثة الصنع باسم أيوسيف ستالين 1 أو IS-1 نسبة إلى جوزيف ستالين زعيم الاتحاد السوفيتي. دخلت الدبابة الخدمة في الجيش السوفيتي في وقت وجيز، وتم تطويرها بشكل سريع وانتجت بشكل مكثف ليتم إرسالها نحو الجبهة بحلول شهر أغسطس سنة 1943. وقامت هذه الدبابة بأداء جيد مقارنة بدبابات تي 34 وكي في 1. بفضل سرعتها ومدفعها عيار 80 ملي، فكانت قادرة على مواجهة دبابات تايجر الألمانية من مسافة متوسطة. بالمقابل مثلت هذه الدبابة الجديدة حل وقتي أمام التايجر الألمانية اللي حافظت على تقدمها بساحات المعارك. ولهذا السبب لجأ السوفيت لتطوير نوع تاني من دباباتهم حمل اسم أيوسيف ستالين 2 وأشير إليه بالرمز IS-2.
كانت دبابة إيوسيف ستالين 2 أقوى الدبابات الثقيلة للحلفاء بالحرب العالمية الثانية، حيث امتلكت هذه الدبابة مدفع عيار 122 ملي وتجاوز وزنها 46 طن وبلغت سرعتها 37 كيلومتر في الساعة الواحدة. وفرت الدبابة الجديدة IS-2 الحماية للجنود بداخلها بفضل سمك دروعها الذي تراوح ما بين 60 و 110 ملي. وجعلها في مأمن مدافع فلاك الألمانية عيار 88 ملي المضادة للطائرات والدبابات. أيضا كانت دبابة إيوسيف ستالين 2 قادرة على استهداف أعدائها من مسافة تراوحت ما بين 1.5 كيلو و 2 كيلو متر. كما كانت قادرة على تدمير دبابات تايجر الألمانية من مسافة قدرت بحوالي كيلومتر واحد فقط. في المقابل احتاجت دبابات تايجر الألمانية للاقتراب لمسافة أقل من 800 متر لإلحاق الضرر بهذه الدبابة السوفيتية. لتكون بذلك حظوظ الدبابات الألمانية ضئيلة مقارنة بالدبابات السوفيتية الجديدة. بينما أبدى جوزيف ستالين تفاؤله بالدبابة التي حملت اسمه IS-2، طلبت القيادة العسكرية الألمانية من دباباتها تجنب المواجهة المباشرة مع الدبابة السوفيتية IS-2. في هذه الأثناء ساهمت هذه الدبابة السوفيتية الثقيلة في تحرير العديد من المدن من قبضة النازيين، ودخلت العاصمة الألمانية برلين في أواخر الحرب، واستهدفت بنيران مدفعها مبنى البرلمان الألماني بعد تحصن الجنود الألمان داخله. مع نهاية الحرب العالمية الثانية أنتج الاتحاد السوفيتي 3395 دبابة من نوع إيوسيف ستالين 2 أو IS-2. وقد تواصل استخدام هذه الدبابة بعد الحرب العالمية الثانية بالعديد من الجيوش العالمية الأخرى بعد إدخال تحويلات عليها وظهور نسخ متطورة منها، حيث تواصل اعتمادها لأواخر القرن العشرين واستخدمت لدى الجيوش في كل من تشيكوسلوفاكيا وبولندا والصين وكوريا الشمالية.